يحتفل العالم في هذا اليوم العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام بيوم الطفل العالمي لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين رفاه الأطفال. وتمر هذه الذكرى والأطفال في العراق يواجهون أزمة الرعاية والاهتمام، كما يواجهون كونهم عراقيين مشاكل النزوح والفقر وقلة التعليم وضعف الاهتمام الصحي وانعدام الرعاية الحكومية. وفي يوم الطفل نظم رئيس البيت العراقي للإبداع هشام الذهبي رحلة ترفيهية لمجموعة من الأطفال الذين يتكفلوا رعايتهم في العاصمة بغداد، وأكد أن شريحة الأطفال في العراق كباقي الشرائح تعاني الإهمال وانعدام الرعاية. يعني كل شرائح المجتمع العراقي هي ما لاقي دعم، اذا لا كان الشباب ولا المسنين، فاكيد الطفوله اللي هي ما تقدر تداعب حقوقها اكيد ماكو لها اي دعم بالعراق، وخصوصا بعد 2003، يعني قد تكون الشريحه الوحيده اللي ما حد يفكر بها بالعراق. وفي رساله وجهها الذهبي الى القيادات السياسيه والحكومه العراقيه، دعاهم الى رعايه الطفل العراقي ومحاوله منحه فرصة للأمل بالعيش في حياة كريمة. أتمنى من المجتمع العراقي وأولا ومن الحكومة ثانيا أن يهتموا بأطفال العراق، لأنهم أساس بناء المستقبل لهذا البلد، وأن فكر السياسيين ببناء الوطن بعيدا عن الشعارات، فعليهم أن يبدأوا بالطفولة وأن يؤسسوا نظام جديد خاص بالتعليم والخدمات الصحية والخدمات البيئية، وهذا ما سوف نسعى إليه إن شاء الله، وعندنا أمل كبير بهذه الحكومة الجديدة التي يقودها الدكتور عادل عبد المهدي. إن شاء الله نستبشر خير، أن الطفولة ستكون بخير.